تبقى المؤسسة دائما منفتحة على شركائها في إطار العديد من المبادرات الإنسانية والهادفة. وأنا بجنبي الأستاذ أبو عروة اللي يحاول ما أمكن أنه يخرج هذه المؤسسة من حد من فضاء إلى آخر، وحاول ما أمكن تنفتح على محيطها الخارجي في هذا اليوم المبارك السعيد. وفي هذه الأيام العشر الأواخر من رمضان كنستحضروا شركاء المندوبية العامة، وكنستحضروا الدور الهام اللي كيقوم به رئيس المجلس العلمي المحلي لمدينة برشيد على العديد من المبادرات الهادفة والجريئة اللي ما كيتردش أنه كيرسم واحد خطة سنوية للعديد من الأنشطة الدينية والروحية لفائدة الساكنة السجنية. وأنتم تعلمون علم اليقين أهمية الوازع الديني داخل الفضاء السجني. بدوري أشكر قدماء المنتخب الوطني على حضورهم هذه الدعوة وتلبيتهم هذه الدعوة في هذه المناسبة، كما أشكر كذلك جميع من أتتوا لنا هذا الفضاء على رأسهم هيئات المجتمع المدني اللي تهم كيبلوا البلاء الحسن في تقديم الدعم الروحي والمعنوي لفائدة الساكنة السجنية. أشكر كذلك الشركاء المندوبية العامة والمصالح الخارجية على رأسهم السلطة القضائية في شخص رئيس المحكمة الابتدائية ونائب وكيل الملك، وجميع الفاعلين اللي كيأدوا واحد الرسالة هادفة داخلة وكيساعدونا أيما مساعدة في قاطرة الإدماج والتأهيل، وشكرا جزيلا لهم. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في.